استياء في صربيا تسبب به هذا الرجل جاريت كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والسبب توقيعه عقد إيجار في إطار مشروع عقاري بموقع المقر السابق للجيش اليوغسلافي في بلغراد الذي سبق أن تعرض للقصف في غارات حلف الناتو عام 1999. موجة الاستياء جاءت لأن مكان المشروع يعد رمزاً مؤلماً لحملة القصف التي شنها حلف شمال الأطلسي ووضعت حداً للحرب في كوسوفو التي أعلنت استقلالها في وقت لاحق. أما وزير البناء الصربي غوران فيزيتش فأوضح في بيان أن الصفقة ليست صفقة بيع بل إيجار لمدة 99 عاماً، مشيراً إلى أن شركة أفينيتي بارتنرز المملوكة لكوشنر ستستثمر في إحياء المجمع العسكري السابق وسيبنى في الموقع نصب تذكاري بتمويل من مستثمرين، لكنه سيكون مملوكاً لصربيا بحسب الوزير. ويعتزم كوشنر إنشاء فندق فخم و1500 وحدة سكنية ومركز تذكاري لضحايا القصف بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز. وكان كوشنر أثار جدلاً كبيراً في مارس الماضي عندما تحدث في إحدى المقابلات عن إمكانية تطوير عقارات على الواجهة البحرية في غزة.